شعب بالبركين في الأرض الغالية وبالبركين بكلام الرب كلام الرب. احنا كشباب كمجموعة شباب مشغولين قوي بعمل مصالحة شعبية في المجتمع المصري، يعني الكلام ده تقريبا بقالنا مشغولين بالموضوع ده بقالنا سنين يعني، لكن من 4 شهور قررنا ان احنا نعمل عمل ايجابي، ننزل الشارع المصري ونعبر عن محبتنا ومصالحتنا ووحدتنا مع اخواتنا المسلمين. حبينا نعمل ده في الشارع، اخترنا اسم للحركة بعنوان عايز اقول لك اني بحبك. قلب الله كون يا بلدي ارض السكان، كون في خير وانت في رضا، سير في نور وجه الله، كون في خير وانت في رضا، سير في نور وجه الله، وارتاحي وافرحي وارتاحي. بنوزع فلاير على الناس في الشارع، يعني مكتوب فيه كلام كتير احتراما للمقدسات الإسلامية والرموز الإسلامية ودور العبادة الإسلامية، ومكتوب فيه آيات من القرآن ومكتوب فيه آيات من الإنجيل. الله تحميك يا بلد وتعزيك البراني على مرسى حب القدر ينسيك تعب الماضي. يا الله تحميك يا بلد وتنسيك المرابي على مرسى حب الأزل ينسيك تعب الماضي. فيك سلام من قلب الله كون يا بلدي أرض الفقر. ليك سلام ليك سلام كون يا بلدي أرض الفقر. عملنا 8 وقفات في مناسبات مختلفة، ونزلنا اسكندرية ليلة رأس السنة، وقفنا أمام كنيسة القديسين اللي حصل فيها التفجيرات قبل كده. الفعاليات بتاعتنا أول فعالية كانت يوم 24/9، كان بتتزامن مع الفيلم المسيء للرموز الإسلامية. فعالية تانية كانت من الفعاليات المهمة، كنا واقفين في عيد الأضحى. أنا ولدي وهسيب ليك روح قلبي وفي دمي زاد حبك وفي روحي صلوة أمك. يا أمي أنا ولدي وامسح دمعك وفي دمي زاد حبك وفي روحي صلوة أمك. يا أمي أنا ولدك وهشيلك وامسح دمعك وبدمي ساكن حبك. وهنا كنا جايين نقول لإخواتنا المسلمين أعيادنا أحلى بكتير وإنت معايا، يعني بقول له مش هينفع أعيد من غير ما تقول لي كل سنة وإنت طيب. النهارده الفعالية بتاعتنا بعنوان شكرا أخويا المسلم. إخواتنا المسلمين أغرقونا محبة في عيد الميلاد، عملوا لجان شعبية على الكنائس، مسكوا شموع، وزعوا شوكولاتة، وقفوا في الميادين، وضعوا شجرة الكريسماس في ميدان التحرير. أعتقد إن كل الحاجات دي يعني أقل حاجة إن إحنا نقول لإخواتنا المسلمين شكرا لكل مسلم، شكرا لكل مسلمة على السلوك المتحضر، على التصرفات الجميلة قوي اللي عملوها معانا في العيد. وافرحي